السلام عليكم. 230 ألف هكتار هي المساحة المخصصة للمستثمرين هذه السنة، يعني في سنة 2023، بعد ما كانت في السنة الماضية 220 ألف هكتار تم استصلاحها ووضعها في الخدمة في سنة 22. إذن في السنتين هذه ما لا يقل عن نصف مليون هكتار من الأراضي الفلاحية تم استصلاحها ووضعها تحت الخدمة لخدمة الفلاحة بصفة عامة. ومعظم هذه المساحات يعني تاع نصف مليون هكتار تم استصلاحها في الجنوب الجزائري، في الجنوب الكبير، في حوالي 70% و 30% من هذه المساحة تم استصلاحها على المستوى الهضاب العليا والأراضي السهبية في ولاية جلفة ومسيلة وبسكرة. إذن كل هذه التوجه هنا فيه توجه للفلاحة نحو الجنوب، وهذا أمر أصبح ضروري واستراتيجي على يعني بسبب أنه الفلاحة في الشمال تبقى دائما عندها علاقة بنسبة هطول الأمطار، يعني فيه يعني عدم تحكم في المحاصيل الزراعية في الشمال بسبب يعني المشاكل تاع الهطول المناخ، يعني اللي ماهوش يعني الفلاح ما يقدرش يتحكم في سقوط الأمطار. إذن بهذا السبب التوجه أصبح ضروري نحو الفلاحة في الجنوب لتتكل كما نعلم على المياه الجوفية، ونعرف بأنه المياه الجوفية فيه خزانات تاع مياه جوفية في الصحراء، يعني لا تنضب فيها كميات كبيرة جدا، مليارات المترات المكعبة يعني مئات السنين. والسبب هو أنه الأمطار عندما تسقط في الشمال تذهب إلى البعض منها، يذهب إلى السدود، وفي السدود تتبخر 30% من الكمية يعني المخزنة في السدود تتبخر بسبب المسطح المائي تاع السد المقابل للشمس وبسبب الحرارة تاع الشمس، فالكمية هذه اللي تروح للسدود 30% منها يضيع في التبخر، والباقي يذهب مباشرة إلى عبر الوديان إلى البحر، يصب في البحر. أما الأمطار التي تنزل في الجنوب فهي تذهب مباشرة لتغذي الخزان بما يسمى لا ناب ألبيان، أي المخزون الجوفي نتاع الصحراء. وكذلك بسبب يعني عامل آخر، وهو عامل أنه الأرضية في الصحراء فهي أرض سابلونوز، أرض رملية أو حجرية، عكس الأرضية اللي موجودة في الشمال وهي أرضية أرجيلية، أرضية طينية، وهذيك ما تسمحش باش المياه تروح للأغماق تاع الأرض، تروح تبقى على السطح وتكون بما يسمى لاناب فرياتيك في الشمال، والغمق تاعها لا يفوت 120-150 متر في الغمق تاعها، عكس المياه اللي تتحجر في الجوف نتاع الصحراء فهي تذهب إلى حوالي 300-400 متر في الجوف تاع الأرض، ويتم يعني المياه اللي تجي من الأمطار تتسلل إلى الجوف، لأن الأرضية هي حجرية رملية سنتير فيلترونت، إذن المياه تبقى مخزنة في الجوف ولا تتبخر. ولاحظنا أن المياه مثلا لاحظنا أنه الوديان في الصحراء عندما تجي لاكرو تاع المياه تجي الفيضان تاع الوديان في الصحراء، ثم الوادي ينشف، ما يبقاش المياه ما تبقاش كثير في الواد، حتى ولو يتعمر ويفيض في بضعة أسابيع المياه هذه كلها تروح، وهذا يعني أن المياه هذه راهي تم فلترة في الجوف نتاع الأرض، وهذا ما يجعل المياه نتاع الجوفية في الصحراء تتجدد كل عام بسبب هطول تاع الأمطار. والتراكم نتاعها منذ سنوات يعني منذ قرون جعل منها
الكميات هائلة، وهذا يعني تم يعني في السنوات الأخيرة في الجزائر قدرنا نصل إلى هذه النافرياتيك اللي على بعد 300-400 متر يعني بسبب تطوير وسائل نتاع التدقيق على المياه والوسائل نتاع جلب يعني استخراج المياه من الجوف، لأنه الماتيريال دو فوراج اللي كان في حوزة سوناطراك يعني كانت تستعمل كانت قوانين كانت غير سوناطراك اللي عندها هذيك الفوراج اللي يروح 400 متر، الآن أصبح هذيك الوسائل تاع التنقيب على الماء واستخراج الماء أصبحت يعني أي مستثمر يقدر يشري ماتيريال يعني بيرفورمون تكون عنده يعني قوة اللي يقدر يروح بها حتى 300-400 متر، وأصبحت لدينا سهولة الآن في الولوج إلى الخزان نتاع الجوفي نتاع المياه في الصحراء، وهذا ما جعل الفلاحة تتطور يعني بوتيرة مذهلة. يبقى المشكل في الفلاحة في الصحراء هو يرجع إلى الطاقة، مشكل عندنا مشكلة الطاقة، توفير الطاقة لتشغيل الوسائل تاع استخراج المياه أولا، ثم كذلك لتشغيل المرشات وتاع السيستم تاع ليكوتاغوت، ومنا ما زال نحتاج إلى طاقة لتشغيل هذه الإمكانيات المادية اللي نحطوها في الفلاحة. وهنا يبقى السؤال مطروح، كيف نوفر الكهرباء الطاقة بصفة عامة، مش بالضروري تكون الكهرباء، لكن كيف نوفر الطاقة نوضحها في المستثمرة، لأن المستثمرات في أغلب الأحيان هي بعيدة عن المجمعات السكنية، إذن منبع تاع الطاقة يكون بعيد. فالحل الوحيد، وهذا السؤال المطروح سؤال كبير، لماذا لا نوظف الطاقة الشمسية في يعني في الري باستعمالها يعني إنتاج كهرباء، ثم لتشغيل الوسائل نتاع جلب المياه والوسائل نتاع ري المساحات الهائلة اللي أصبحت لدينا في المستثمرات. إذن هذا هو المشكل، إذن المشكل هو كيف نوظف الطاقة الشمسية، لأن الطاقة الشمسية الوظيفة تاعها هي أفضل نجاعة إذا استعملناها في المساحات الفلاحية، لأن في المجمعات السكنية والمدن والقرى وكذا لا نحتاج إلى طاقة شمسية، لأن الطاقة الكهربائية موجودة وهي يعني متوفرة. إحنا الطاقة الشمسية هي ضرورية في الأماكن المعزولة وين ما نقدرش نوصل الكهرباء يعني لمسافات بعيدة، هنا يبان الدور نتاع الطاقة الشمسية. إذن على المسؤولين في أعلى مستوى أن يديروا بحوث كيف يعني يوصلوا الطاقة الشمسية إلى المستصلحات والمستثمرات الفلاحية لي يعني أميليوري لو روندمون يعني المردود نتاع الطاقة الشمسية لكي يتم استخراج منها الكهرباء اللي تستعمل في المستصلحات الزراعية. إذن هذا هو المشكل رقم واحد، إذا وظفنا الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء على مستوى المستصلحات والمساحات الفلاحية سنكون قد حلينا المشكل نتاع الإنتاج الفلاحي والمشكل تاع يعني تاع التغذية ونتاع الأمن الغذائي، نكون حليناه يعني 99%. يبقى مشكل آخر أقل ضراوة، وهو مشكل الوصول إلى المستصلحات ويعني تحويل الإنتاج من المستصلحات من المساحات الفلاحية نحو المناطق التخزين، يعني يكون عندنا ريزو دو ديستريبيسيون تاع لي برودوي اغريكول، يكون عندنا ان ريزو دو ستوكاج تاع لي برودوي اغريكول، يكون عندنا ان ريزو دو ريفريجيراسيون تاع لي برودوي اغريكول، ويكون عندنا يعني ان ريزو دو روت طرقات اللي يعني نسمح للفلاح باش يوصل الانتاج ديالو الى المستهلك بصفه عامه او التصدير.
تبقى القضية الأخرى وهي قضية الأسعار. هنا بعض الناس يقول لك كيفاش حنا ولينا بعد ما ولينا ننتجو يعني برودوي يعني منتوج معين الاسعار تزيد. هي بالمفروض يعني التجارة هذه هي عندها القانون يمشي تمشي به تمشي بقانون العرض والطالب، لكن كاين عوامل أخرى اللي تأثر على هذا التوازن بين العرض والطالب، هي قضية الاستيراد والتصدير. هذا الزوج حوايج، زوج عملية تاع الاستيراد والتصدير يأثروا على العملية تاع الأسعار نتاع تثبيت الأسعار. إذا على المنتج على المنتج على الفلاح المستثمر من المنتج أن الدولة تفرض عليه أن لا يصدر أو على الأقل أن يصدر 50% من الإنتاج تاعه ويبيع 50% من الإنتاج تاعه داخل الوطن. هذا هو لازم يكون توازن ما بين المصدرين، خص الإنسان يروح ينتج حاجة وما يروح يصدرها، إذن لا يساهم في تقرير يعني في استقرار الأسعار في الداخل. إذن لابد على الدولة أن تدير يعني تدير توازن ما بين رغبة المنتج في تصدير المنتوج تاعه، لأنه ممكن يجيب أرباح أكثر كي يصدر المنتوج تاعه. يعني لازم الدولة تلقى توازن من رغبة المنتج بين التصدير أن يصدر إنتاجه للخارج ومن بين أن يبيعه هنا في لتوفير المنتوج على السوق يعني الداخلية. إذن هذه هي العوامل اللي لازم نلعب عليها باش في النتيجة في النهائي لازم يكون استقرار للأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية نتاع المواطن. وشفنا مثلا في دولة هي من أكبر المنتجين نتاع الطماطم في العالم، لكن الطماطم في بلادهم ما يسيبوهاش، تباع بأسعار خيالية. هذا أمر غير منطقي، لأن المستثمرين تاع المنتجين تاع الطماطم هما عندهم رغبة في بيع الطماطم تاعهم في بلدان أخرى ويخلوا بلادهم ما يأكلوهاش طماطيش. إذن على بالكم الدولة اللي نتكلم عليها، وهذا مثل موجود عندنا على أقل حدة في بعض يعني احنا عندنا المشكلة في البنان مثلا في الموز، يعني كنت انت تسمح للمستثمرين هنا يجوا الموز في الجزائر ما تمنعش التصدير. لازم يكون توازن بين المصدر نتاع الموز والمنتج تاع الموز باش الأسعار ما ترتفعش كثير. إذن نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأتمنى أنكم استفدتم مما قلته. و